اهلا مشاهدي ومتابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء او ضواحي الدار البيضاء بالاحرى، بالضبط بمنطقه طماريس، حيث قبل قليل تم اخبار مصالح الدرك الملكي بهذه المنطقه بان واحد شخص مسن كيعمل حارس ديال هذه البنايه اللي مازالت في طور البناء، بأنه جثة هامدة داخل هذا المبنى، مما جعل رجال الوقاية المدنية يتصلون بمركز الطب الشرعي من أجل نقل جثمان هذا الرجل المسن الذي كان يعمل حارسا هنا بهذه البناية إلى مركز الطب الشرعي بمنطقة الرحمة من أجل التشريح ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة. أكيد مصالح الدرك الملكي ممثلة في الشرطة القضائية لهذه المصالح ستقوم بفتح تحقيق معمق والوصول إلى الأسباب الحقيقية للوفاة. كيف تشاهدوا في هذه الأثناء لحظة إخراج الجثة، جثة المرحوم، ونقلها إلى سيارة مركز الوطني للطب الشرعي من أجل التشريح كما قلنا سالفا. إذن كيف شفتوا محمولة بيد رجال الدرك الملكي والمكلف بمركز الطب الشرعي بمنطقة الرحمة، تم نقل جثمان هذا الشخص. إنا لله وإنا إليه راجعون. أكيد تفاصيل أكثر حول هذا الحديث المؤلم تجدونه على قناتكم شوف تي في. إذن إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، تفاصيل أكثر كما وعدناكم تجدونها على قناتكم شوف تي في. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.